السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف الخامس الابتدائي، عندي مسائل صفحة 73 خطة حل المسألة. عندي 5 مسائل، حناخذ المسألة الأولى: تملأ حنفية خزان ماء سعته 5300 لتر في 6 ساعات. تقول أحلام إن الحنفية تصب نحو 900 لتر في الساعة تقريبا، هل إجابتها معقولة؟ تحقق من الإجابة. حناخذ أفهم وناخذ أخطط وأتحقق وأحل. أول مرة أفهم، الأفهم راح ناخذه من السؤال. يعني شو نقول؟ نقول سعة خزان 5300، سعة خزان طبعا مي، سعته 5300 لتر في 6 ساعات. إن أحلام يعني تقول إن الحنفية تصب نحو 900 لتر في الساعة تقريبا، في الساعة تقريبا. يعني أخذت من السؤال هاد أفهم. هسه إيش راح أسوي؟ المطلوب، المطلوب يعني يقول هل إجابتها معقولة؟ تحقق من الإجابة. شو نقول؟ أتأكد، نقول مطلوب هاي أتأكد من إجابة أحلام، أتأكد من إجابة أحلام. أخطط، أخطط يعني إحنا دا نخطط شو نسوي؟ راح نقوم بتقسيم سعة الخزان على 6 ساعات. نقول نقوم بتقسيم سعة الخزان على 6 ساعات، على يمن على 6 ساعات. أحل، راح نحل هو شقد عدي؟ 5300، نقسمه على يمن على 6، راح نقسمه قسمة طويلة 5300 تقسيم 6، 5 تقسيم 6 ما بيها، أخلي 0، 53 تقسيم 6 بها 8، 8 في 6 48، 3 ناقص 8 ما يصير 13 وناصير 4، 13 ناقص 8 بها 6، أنزل 13 ناقص 8 بها 5، 5 مو 6، أنزل الصفر، 50 تقسيم 8 بها 8، 8 في 6 48، هنا 10 وهنا 4، 10 ناقص 8 بها 2، أنزل الصفر، 20 تقسيم 6 بها 3، 3 في 6 18، هنا 10 وهاي 1 يبقى 2، إذا نجد 883 والباقي 2، 833 والباقي 2، هاي أحل. زين احنا شو نقول؟ 388 يعني نقول 800 و300، 883 نقول تقريبا المن لل 900، هو قايل 900، يعني اذا 883 نقربها المن لل 900، فاذا اجابه احلام معقوله، هو قايل اتاكد اجابه احلام معقوله. اتحقق، نريد نتحقق من صحه احلام اجابتها معقوله لو لا. حنضرب 900 في 6، 900 في 6، الصفرين أنزله، 9 في 6 54، إذا طلع لنا 5400 هي تقريبا بسعة الخزان 5300. هاي المسألة الأولى. زين المسألة الثانية، المسألة الثانية خلينا نقراها. تقول أجرى تلاميذ 4 صفوف بحثا حول 3369 نوعا مختلفا من الحشرات، إذا وزعت هذه الأنواع على الصفوف بالتساوي على كم نوع من الحشرات؟ أجرى تلاميذ كل صف بحثا. تقول مريم إن 90 نوعا تقريبا من الحشرات وزع لكل صف، هل إجابة مريم معقولة؟ راح نقول يعني الثانية راح نخلي أفهم، يعني هذه كلها لازم نكتبها، فخاف يصير الفيديو طويل، فأنتوا كله يعني تكتبون الأفهم، تكتبون عدد البحوث هو 369 بحثا تم توزيعها على 4 صفوف، وتقول مريم بأن 90 نوعا من الحشرات وزع لكل صف. يعني طريقة أفهم يعني تكتبوها ثانيا، أفهم عيني هذه تقولونها مثل ما قلت لكم هسه، ما راح اكتبها، تقولون عدد البحوث اللي
369 نوعا، تم توزيعها على من؟ على صفوف. وتقول مريم بأن تقول مريم بأن 90 نوعا من الحشرات وزع على كل صف. هذه انتم تكتبوها. هسه ايش راح نكتب؟ راح نكتب المطلوب. شنو المطلوب؟ يقول لي هل إجابة مريم معقولة؟ نقول تأكد من إجابة مريم، من إجابة مريم معقولة. هاي المطلوب. أحل راح أخطط، نقول 369، 369 نقسمها على 4، 369 نقسمها على 4. زين 369 نقسمها على 4، 3 تقسيم 4 بها 0، ناخذ 36 تقسيم 4 بها 9، 9 في 4 36، 0 0 انزل 9، 9 تقسيم 4 بها 2، 2 في 4 8، 9 ناقص 8 بها 1، إذا طلع لي 92 والباقي 1، 92 والباقي 1. هاي أحل. إذا إجابة مريم يعني هو مو قايل لي 92 قريبة إلما للتسعين، نقول إجابة مريم معقولة، إجابة مريم معقولة. أتحقق نقول نضرب 92 في 4، 2 في 4 8، و 9 في 4 36، إذا هو 369 قريبة إلما لل 368، قريبة لل 368. هذه المسألة الثانية. زين ناخذ المسألة الثالثة. عندي ثالثا لبناء سور طوله 280 متر، احتاج بناء الى 4 ساعات يوميا مدة 3 ايام، كم متر تقريبا من البناء انجز البناء في الساعة الواحدة؟ يقول البناء انه انجز 24 متر تقريبا في الساعة الواحدة. تحقق من معقولية اجابته. راح ناخذ افهم، اقول طول السور، شوف ايش راح اخذ، الافهم ما راح اكتبه لان طويل الحكي. اقول طول السور 280 مترا، تم بناءه الى 4 ساعات يوميا في 3 ايام، ها عيني، ويقول كم متر، ويعني يقول تم انجاز البناء في الساعة الواحدة، والبناء البناء انه انجز 24 متر تقريبا في الساعة الواحدة. اذا هذا الحكي كله تكتبوه بالافهم. راح رأسا اقول على اليمن على المطلوب. المطلوب شو نقول؟ تأكد من اجابة البناء، تأكد من اجابة البناء. زين هاي المطلوب. اخطط شو اقول؟ اقول اقوم بايجاد ناتج الساعات الايام الثلاثة ثم نقسم الساعات على المجموع الكلي. يعني شو اقول؟ اقول 280 نقسمها على يمن، على 280 نقسمها على 11، لان ايش قايل؟ هو قايل مو قايل الساعات 4 ساعات في 3 ايام، كم مترا تقريبا من البناء انجز البناء في الساعة الواحدة؟ إذا نقسم 280 على يمن على 11، 280 تقسيم 11، 28 تقسيم 11 بها 2، 2 في 1 2، و 2 في 1 2، 2 في 1 2. زين 8 ناقص دقيقة، خلنا نشوف هنا، هنا 12 مو 11، 2 في 2 4، و 2 في 1 2، 8 ناقص 4 بها 4، و 2 ناقص 2 0 انزل 4 0، 40 تقسيم 12 بها 3، بها 3، 3 في 1 3، 3 في 2 6، و 3 في 1 3، اذا هنا 10 وهنا 3، 10 ناقص 6 بها 4. طلع لنا 23، 23 والباقي 4. زين هاي اخطط. هسه ننتقل الى فقرة احل. احل نقول نضرب 3 في 4، لان هو قايل لي 3
أيام في 4 ساعات، نضرب 3 في 4 12، نقسم 12 تقسيم 280 يطلع لنا 23. ونقول فإن إجابة البناء هي 24، إجابة حقيقية هي 23، إذا إجابة معقولة هي زين 23، فراح أتحقق نضرب 23 في 12، 3 في 23 في 12، 3 في 2 6، 2 في 2 4، صفر المراتب، 1 في 3 3، 1 في 2 2، إذا هنا 6 7 2، طلع لنا 276، هاي الإجابة الصحيحة. أما لما نريد نضرب 24 في 12، نقول 24 في 12، 2 في 4 8، 2 في 2 4، 1 في 4 4، 1 في 2 2، 8 8 2، إذا طلع لنا 288، هاي إجابة معقولة. هذه السؤال الثالث. هسه ناخذ المسألة الرابعة. يقول شاركت مجموعة مكونة من 67 تلميذا بالنادي العلمي للمدرسة، وتم تقسيمهم إلى 14 مجموعة. ذكرت إيمان بأن كل مجموعة تتضمن 5 تلاميذ. تحقق من معقولة الإجابة، معقولية الإجابة. إذا أقول أفهم هذه الرابعة. الرابعة نقول أفهم، نقول ما راح أكتبها، راح أقولها. نقول مجموعة تلاميذ 67 تلميذا تم تقسيمهم إلى 14 مجموعة. ذكرت إيمان بأن كل مجموعة تتضمن 5 تلاميذ، يعني هذني كلهن راح أقولها بطريقة أفهم. هسه راح ناخذ المطلوب ايش راح أكتب. المطلوب يقول المطلوب أتأكد من إجابة إيمان. هذا المطلوب. أخطط نقسم عدد التلاميذ على 14. إيش قد عدد التلاميذ؟ 67. نقسم 67 تقسيم 14. خلينا نقسم قسمة طويلة، 67 على 14. 67 كم 14؟ بها 4. 4 في 4 16، 4 في 1 4 1 5. 7 ناقص 6 بها 1، و6 ناقص 5 بها 1. إذا 11 تقسيم 4 ما بها، إيش قد طلع لي؟ طلع لي 4 والباقي 11. هذا أخطط. خلينا نقول فقرة أحل. أحل مثل ما قلت نقسم، طبعا هي هاي أحل، هذه أحل، لكن أخطط راح أكتبها هنا. أخطط راح نقسم عدد التلاميذ، نقول أقسم عدد التلاميذ على 14. هذا أخطط وهذا أحل. هسه راح ناخذ أتحقق راح نضرب، نقول 14 في 4، 14 في 4، 4 في 4 16، 6 1 إعادة تسمية، 1 في 4 4 1 5، إذا طلع لنا 56. هسا راح نجمع 56 من 11، يطلع لنا 67. إذا هذه الإجابة المعقولة. زين. خامسا يقول اشترى مسؤول أحد المخيمات الكشفية 850 علبة عصير لتوزيعها على المشاركين في المخيم في مدى 12 يوما. قال وليد إنه يمكن توزيع 70 علبة تقريبا للمشاركين يوميا، وقال أنور إنه يمكن توزيع تقريبا 60 علبة يوميا، أيهما إجابته معقولة؟ سوغ إجابتك. راح نقول أفهم، راح نكتبها كلها هذا، يعني نقول عدد العلب عدد علب العصير نقول 850، عدد علب العصير قول 850 علبة، وتم توزيعها على المخيمات على 12 يوما. ونقول قال وليد، يعني نكتبها كلها لحد ايش اسمه هذه، لحد هذه ايهما. فراح نكتب هاي، قلنا افهم انتم تكتبوها. زين راح ناخذ المطلوب. المطلوب قايل معرفة ايهما اكثر، معرفة ايهما اكثر معقولية، أيهما أكثر معقولية. أخطط راح نقسم مجموع العصير على عدد الأيام ونقارن بيناتهم. نقسم مجموع العصير على عدد الأيام وأقارن بينهم.
زين أحل، أحل شو أسوي؟ أحل نقول 850، هذه 850 نقسمها على من؟ على 12. 850 تقسيم 12، راح نقسم قصوة قسمة طويلة 850 على 12، نقول 85 تقسيم 12 بها 7، 7 في 2 14، 7 في 1 7، 1 8، 5 ناقص 4 بها 1 10 تقسيم 12 ما بها، إذا طلع لي 7 والباقي 10. أتحقق، نضرب 70 في 12 يطلع لنا صفر، نزلته 7 في 2 14، 7 في 1 7 و1 8 يصير 840، هاي قريبة لمن؟ ل 850، هو قايل 850 علبة. فإذا إجابة وليد هي أكثر معقولة، نقول إجابة وليد هي أكثر معقولية. هاي عيني، هاي صفحة 73، وبالتوفيق إن شاء الله.